الصديقات صورناها بشكل مختلف. اليوم راني مروح إلى المنزل للإفطار، بقات 50 دقيقة لموعد الإفطار. مدرسة ابتدائية في أعلى الجبال، وهذه مدرسة ابتدائية أيضا مبنية منذ السبعينات عند الرئيس الراحل هواري بومدين. أنا كما تشوفون منازل، وهنا أمامنا البحر. كما ترون المناظر في قمة الروعة. الحين مازلنا نمشي في الطريق الترابي، نصل إلى الطريق المزفت أو المسفلت أو كما تحبون أن تقولون، هذا بئر توازي.